نشوف مع بعض خط سير الحلقة مع بعض ازاي. بعون الله هنعمل كام أكلة مع بعض في الطايم بتاعنا اللي هو مسموح لينا. طبعا المخرج معايا، معاك 20 دقيقة 30 دقيقة. هنبدأ طبعا بالأكلة اللي بتاخد وقت كبير، زي الكوسة المحشية بالبرغل واللحم. كوسة معانا طبعا قبل ما نقورها ونخلي شكلها حلو، ومعانا لحمة مفرومة ومعانا برغل. استخدامنا للبرغل دايما في المطبخ المصري قليل جدا، اخواننا الشوام بيستخدموه في حاجات كتيرة. برغل بتفين، التبولة بتاخد برغل، كوبيبة بتاخد برغل، اي نوع من انواع الكفتة ممكن تاخد برغل. البرغل في بتستخدم في حاجات كتيرة قوي، اللي هو مشتقات القمح. والمقادير على الشاشة، كوسة وكمان لحمة مفرومة وبرغل وبصل وتوم والتوابل بتاعتنا والكزبرة وزي الفل. تعالوا مع بعض نشوف هنشتغل فيها ازاي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، وأعلمك تعملي محشي كوسة بطريقة جديدة. أول حاجة البرغل يتغسل مرة واثنين وتلاتة، وبعدين يتصفى بمصفى ناعمة، عشان البرغل غير الرز ممكن يسقط منك من المصفى. أهو ده برغل بالشكل ده كده، أهو مخرجنا الجميل أساتذة المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. أهو برغل اتغسل مرة، ده استخدمنا على فكرة ممكن يتاكل ني زي ما هو كده، والدليل على كده بنستخدمه دايما في طبق التبولة بيبقى ني. أهو برغل، اه بالشكل ده كده، حلو قوي. ده البرغل اللي بنستخدمه في الكوبيبه عادي، اللي هي الكبه عباره عن لحمه مفرومه وبرغل وبصل وشويه بهارات، وبنطحن كل ده مع بعض، وده عجينه الكوبيبه. ناخد اللحمه المفرومه بتاعتنا اهي، اللحمه نيه ولا مستويه يا شيف؟ لا هتبقى نيه اهي، لحم ضاني او كندوز زي ما انت عايزه حسب الرغبه. اه حلو بالشكل ده كده. كمية اللحمة برضو اختياري، ممكن 250 جرام من اللحم المفروم على نص كيلو برغل، والعكس ممكن نص كيلو لحمة مفرومة على 250 من الجرام من البرغل، وهكذا. موضوع نسب اللحمة مع الرز مع البرغل اختياري. بنحط شوية خضرة من البقدونس، في علاقة قرب ما بين البقدونس والبرغل، جاية من التبولة، ده بقدونس مفروم. معانا بصلاية ناعمة، دي الحشوه بتاعت الكوسه مختلفه النهارده. اعملي كوسه بطريقه جديده لاولادك واسرتك. فص ثوم مفروم ناعم، معلقه هريسه حلوه اهي. دي كل الخلطه مع بعض قدام حضراتكم على الشاشه. شويه زيت زيتون والبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وبابريكا. اه بالشكل ده كده. اه زيت زيتون، ممكن نحط بدل الزيت ده سمنه او زبده حسب الرغبه، اختياري برضو. بهارات بتاعتنا شويه فلفل شويه ملح، وفي الكوسه دايما تخلي الملح بالسالب، لو احتاجت نزود، انما لو زياده هنعمل ايه؟ هنفتح حبات الكوسه ونحط فيها ملح؟ ما ينفعش كده. التوابل مع بعض زي الفل تمام. هقلب الخلطه دي كلها مع بعضيها. اه تاني، الخلطه دي عباره عن ايه يا شيف؟ احنا شطار في حشو الكوسه وشطار في عمايل المحشي، احنا المصريين العالم كله بيشهد لنا، المحشي الكرنب بتاعنا ومحشي ورق العنب، محشي السلق، محشي الخس البلدي، جت ايامه الحلوه. معايا برغل غسلته مره اتنين تلاته، حطيت عليه لحمه مفرومه ضاني او كندوز اختياري، حطيت التوابل بتاعتي ملح وفلفل وبابريكا، حطيت طبعا بصلايه ناعمه وفص ثوم حلو والبقدونس اللطيف الجميل، وكل ده مع بعضه قلبتهم كده. محتاج ان انا اتدخل بيدي اهو عشان تبقى عجينه حلوه كده. واهم حاجه بقى تقوير الكوسه. امهاتنا ربنا يديهم الصحه ويطول في عمرهم، واللي توفاهم الله ربنا يرحمهم يا رب ويرحمهم جميعا، علمونا ان احنا نقور الكوسه ازاي. شفتوا بقى ازاي بقول علمونا؟ خلي بالك شفت الحشوه دي اهي، برغل ولحمه اهي، ده الجديد وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى، ده الجديد النهارده. اه لحمه مفرومه، برغل، والمقادير على الشاشة تاني كمان مرة بعد إذن الإخراج الجميل وفريق العمل، لأن الطبق ده طبق جديد وشتوي، أكل الشتاء مختلف شوية غير الصيف. كوسة محشية برغل ولحمة. آه هناخد الكوسة بعد ما نقورها بالشكل ده كده، ودايما لما تقوري الكوسة تحطيها في محلول حامض. عيني آه هنحط الكوسة عيني وعلى فكرة دلوقتي في السوبر ماركات الكبيرة بيبيعوا الكوسة متقورة جاهزة، يعني في ناس برضو ده مدخل رزق ليهم، بنوجه لهم تحية تقدير واحترام، إن هي تقور الكوسة، تقور البتنجان، المحاشي، وتتحط في طبق لطيف وجميل.
بس انت لما تقوريها حطيها في محلول من الميه والملح والنعناع اليابس، تقوم حبات الكوسه تشرب من البيون ده كده وتبقى لطيفه وجميله. هنحشيها مع بعض كده مع بعض. البرغل غير الرز، البرغل مش محتاج مساحه كبيره يفرد عضلاته، حبات الرز غير البرغل. فتحشيها للاخر. بالشكل ده كده. عندنا طاسة على النار شديدة الحرارة، ادي الكوسة اهيت بنحشيها، ونحط الطاسة دي كده على النار. نحشي كده مع بعض. وعملت محشي، جايلك ضيوف تعملي نوع محشي على السفرة. الشتاء والسفرة بتاعتنا في ايام الشتاء لا تخلو من المحاشي، سواء الكرنب سيد المحاشي كلها، او ورق عنب، او كوسة محشية، محاشي مشكلة، محشي خاص بلدي. الله يرحمك يا امي، والله العظيم ما كلتوش من بعد ما توفاها الله، والله العظيم. شوفوا كام سنة. كانت تجيب الخس البلدي ده، تجيب الورقة بتاعته الحلوة العريضة، يا سلام، وتحشيه مع الكرنب. كنت اقعد بقى ايه انقي بقى فين ورقة الخس المحشية، بموت فيه ده. واتعمل كده بالسمنة بيبقى لطيف وجميل، او بزيت ذرة يبقى حلو قوي. دي كوسة اهي زي الفل. والمقادير تاني على الشاشة للسادة المشاهدين وحقوق الطبع لدينا وبس، على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية في أنحاء العالم. كوسة أورناها جاهزة، بنوفر على حضراتكم الوقت، وقتنا من ذهب على الشاشة. وخدنا لحمة مفرومة ضاني أو كندوز اختياري، برغل غسلناه مرة اتنين تلاتة، صفرناه بصفة ناعمة غير الرز، وبعد كده حطيناهم على بعض مع توابلنا، بصل وتوم والبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وبابريكا وقليل من الهريسة الحلوة أو الفلفلة الحلوة. اسمها فلفله حلوه او هريسه. حشينا الكوسه كويس قوي، خلي الورده دي كده. طاسه على النار، ونحط في الطاسه دي يا عم الشيف معلقتين من زيت الزيتون مع قليل من الزبده، عشان نحمر الكوسه قبل ما نعرفها على الطماطم. عنوان الاكله بتاعتنا كوسه محشيه بالبرغل والطماطم. ادي زيت الزيتون في قلب الطاسه، وناخد معلقتين من الزبده يا عم الشيف. الله. واخد الكوسة ارصها هنا كده في قلب الطاسة. اللهم صل على النبي. تحميرة. عشان بعد كده هتترص في صينية وتتحط في الفرن مع صوص طماطم. كأنك بتحمري ايه؟ بكاتة. كوسة لطيفة، قيمة غذائية عالية جدا، مفيدة للقلب، بنت عم القرع، واكلات القرع معروفة، القرع البلدي، اتعمل محشي واتعمل يخني، لطيف وجميل. هنا الكوسه بتتحمر مع بعض، وتخليها تتحمر كده على ما نشوف ايه اللي ورانا تاني. اخبار الكوسه عايز تبص عليها؟ لسه بدري. شفت ده يا باشا، احنا مش بنهزر، تحط الحاجه على النار عارف النسبه والتناسب. زي الفل، لسه بدري. لسه ما اتحمرتش، لان الزبده هنا مع الزيت بتساعد على تسويه الكوسه وتخليها نفس الوقت خضرة وجميله. شايف الكوسه لطيفه ازاي؟ هنخليها زي ما هي كده. الكوسه نهدى عليها شويه عشان لازم تتحمر شويه وتاخد تحميره حلوه. ما ننساش طبعا صوص طماطم متعتق، بصل، التومه، شويه زعتر حلوين عشان تتعرف على الكوسه. دي كوسه محشيه بالطماطم والبرغل. عايزه تعمليها من غير طماطم مفيش مشكله، تعمليها بدبس الرمان. تفاصيل كتيره في موضوع المحشي، ولكن الكلام ده بنشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. تروحوا بعيد تابعوني بعد الفصل، ونبص على الكوسه بتاعتنا اخبارها ايه. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ شوف الكوسه وهي بعد تحميرها، بص على الكوسه، بص على الكوسه اهي، ننزل بصوص الطماطم عليها زي الفل. الكوسه اهي، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. هو ده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، اللهم صل على النبي. محشي كوسه بالطماطم زي الفل. هنغطيها. عينيا، حاضر. زي الفل. الكاونتر، حاضر كده. انا الكوسه بتاعتي جاهزه، في شويه تانيين بتحمروا. عايزه تعمليها بدبس الرمان، اهلا وسهلا. عايزه تعمليها بالطماطم برضو، اهلا وسهلا، بس خلونا نعملها بالطماطم النهارده. نبص على اللي هي بتتحمر دي كده. حاضر يا غالي. واضح انك انت عايز تتعلم تقطيع الشيبس، تخش تفاجئ المدام انك بتعمل شيبس حلو. تحمير الكوسه في زبده وزيت زيتون بقى لونها لطيف ازاي واتلمعت معانا. الزبده بيساعد على تحمير الكوسه وتلمعها بالشكل ده كده. عندي كوسه عيني. شفت؟ التحميره دي هي الكوسه هنا نص سوا. وعندي الكوسه الثانيه في صوص الطماطم بتستوي. اللي هيستوي هنحطه هنا مع حبايبهم دول. حلو الكلام؟ واحده واحده انا معاكم. اي نعم،
معانا الطايم بتاعنا، ولكن احنا ملتزمين بكل التفاصيل وكل المعلومة. تاني نكمل الكوسة مع بعض زي الفل اهو. ناخدها نحطها في صوص الطماطم. ايه الاخبار؟ النار. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر يا غالي، عايز تشوف الجوانح. عينيا مخرج شاطر انت، فكرتني بالجوانح، انا نسيها. ابن حلال ولا يا حاج؟ لا زي الفل ان شاء الله. انت تسمي بسم الله كله تمام. حلو، نزود صوص طماطم هنا اهو. الله اهي، تاخد غلوه زي الفل. ناخد الكوسه اللي احمرت دي كده اهي، بص على الكوسه بعد احمرت اهي، ناخدها كده. البرغل هيطلع من الكوسيه، شفت اهو؟ اهو يلا اهي، حاجه جديده، مش كل يوم كوسه محشيه لحمه ورز. مره بدل الرز برغل. وتسيبيها على النار تستوي كده زي الحلاوه، نار شديده اهي مع مخرجنا اهو. تاكل دي طريقه. الطريقه الثانيه ممكن ترصها في كسروله وتدخلها الفرن، تبقى صينيه الكوسه محشيه عادي برضه، تصفى صينيه كده بشياكه ودخلها في الفرن. بس انا طبعا شيف شاطر، انا بغليها في قلب الحله اهو، واحط شويه زبده من اللي انا حمرت فيهم. يا ويلي يا ويلي على الدلع، يا ويلي. شفت الشقاوه؟ بص عليها كده بالله عليك وسبي بسم الله. كوسه محشيه بالطماطم، وعملنا نوع محشي ولادك هيحبوه والاطفال هيحبوه، لان الكوسه بعد ما بتستوي بتبقى طريه لكبار السن وسريعه المضغ وسريعه الهضم، هي كده كده بتساعد على الهضم. الكوسه طبعا مفيده جدا، غنيه بالالياف. خلينا نبص على الكوسه كده، عجبني قوي الكوسه وهي بتتقلب في قلب الصوص الطماطم. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه شفتوا؟ ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه الجمال ده؟ حاضر، يلا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع تاني ونشوف مع بعض شوربة البروكلي بالكريمة. معانا بطاطس شيبسي في قلب الزيت، هنحط عليها صوص جبنة لطيف وجميل، كوسة محشية باللحمة والطماطم أو بالبرغل والطماطم، ما تنسوش في جوانح فراخ بالعسل والليمون، ويجعل أيامنا كلها عسل إن شاء الله. أهو تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. نظافة مطبخك بتديك طاقة إيجابية، بدل ما توقف في ساعة في المطبخ بتقف في ساعتين، بجد والله العظيم. أنا مطبخي لو رايق داخل مثلا اعمل اكله، اعمل اكله واتنين وتلاته واخد جنب الاكل حاجه حلوه، مطبخ رايق وزي الفل. كوسه معانا زي الفل، خلاص استوت، بنشيلها كده من النار اهي عشان الطماطم تهدى كده اهو زي الفل. وتعالوا مع بعض نغرف جاهزه اهو، شوف الانتاج بتاعنا ايه. ايه الطبق الحلو للكوسه؟ هو ده، اللهم صل على النبي، مجهزين للطبق مركب حلو قوي. تعالوا نغرف الكوسه بتاعتنا اللطيفه الحلوه. استوت يا غالي، اقطع لك واحدة عينيا من الاثنين، معايا مخرج نقر ونقير. دي استوت، لحت تستوي؟ انت واخد ان الكوسة تقعد على النار ساعتين، ما احنا حمرناها في الاول خالص يا غالي بزبدة وزيت زيتون، فخدت مرحلة التحمير. حبيت الكوسة هنا ولحم الكوسة استوى وتحمر اهو، جيب لي التفاصيل بتاع تحمير الكوسة. كأنك محمر كباب حلة، حلو الكلام. وبعدين حشينا البرغل واللحمة المفرومة. البرغل كده كده بياخدش وقت كتير في السوى، مش زي الرز احنا بناكله ني في قلب التبوله. حلو الكلام، المدرسه الطهويه المغازيه اهو. ادي الكوسه بتاعتي زي الفل اهي، الله حلو قوي. ممكن على فكره تبقى احسن مني، عندك حته كده ريش حلوه، ثلاث اربع ريش حلوين، حته سبوكو، حته رقبه حلوه، ترصيها في قلب الحله مع سلايس من الطماطم والبصل، وترص الكوسه دي كده، تبقى عملتي محشي كوسه بالايه؟ بالرقبه، محشي كوسه بالريش الضاني. كل دي تفاصيل لو انت تعملي الحاجه وتخش المطبخ عايزه تعملي حاجه حلوه زي الفل. دي الكوسه المحشيه، ما تحرمهاش من رشه كزبره خضراء على الوش مش بقدونس يا ويلي يا ويلي يا ويلي على الدلع. على فين مكانها هنا؟ تعالوا نعمل مع بعض شوربه البروكلي. البرغل بيتجاب من عند العطار، بيتجاب في كيس، شوفي تاريخ الصلاحيه وتتاكدي ان الكيس لطيف وزي الفل. بتاخديه تغسليه بميه ساقعه بره واثنين وثلاثه عشان نشيل الماده الحافظه منه، ولما تيجي تصفيه صفيه بمصفه ناعمه جدا زي دي كده يا ست الكل. معانا المصافي هنا زي الفل، دي واحده ودي الثانيه، حلوه قوي. دي مهمه جدا على فكره، السؤال اللي سالته ست الكل ده دي مصافي اهي ناعمه نصفي فيها البرغل بس التفاصيل دي مطلوبه مصافي كتيره، ده مصفه ممكن نصفي فيها البرغل، ده ما ينزلش منه البرغل عينيا ده بيتباع عند محلات الادوات المنزليه بثلاثة تعريفه، ده لازم يكون موجود عندك. عايزه تصفي جمبري، تصفي برغل، تصفي شوربه حلوه زي ما انت عايزه، او المصفه الكبيره ديت حسب الرغبه. دي تصفيه البرغل، دي مهمه جدا على فكره.
الله.